حظر التجول في العاصمة جوبا اعتبارا من اليوم إثر اشتباكات جرت الليلة الماضية بين فصيلين متناحرين من الجنود. ووصف سلفا كير مياردات المحاولة الانقلابية بالعمل الإجرامي، مؤكدا أن حكومته ستكشف النقابة عن كل من قاموا بالعملية لشعب الجنوب. أعلن حالة حظر التجول لجعلنا بالليل ممنوع المرور تدور من ساعة 6 صباح لغاية 6 في المساء. ما مصير الدكتور رياض مشار خاصا في أقاويل قالوا هو لجأ للسفارة الأمريكية؟ أنا ما بعرف دي معلومة. لو لجأ للسفارة الأمريكية معناته هو سيف طبعا. هناك ما في سفارة أمريكية كان نطلعوا برا هناك. مشاهدينا الكرام ومتابعة لآخر التطورات الأمنية.